اول ما ادوس القناه تشتغل. بصوا يا شباب دوست اهي والقناه اشتغلت معايا زي ما انت شايف على التردد اللي تحت اهو 11411 القطبيه اتش او افق معدل ترابيز 30000. جايب لك بقى الحل السحري اللي هيشغل لك قناه ابو ظبي الرياضيه. القناه دي طبعا للاسف اشاره ضعيفه جدا لان القناه دي مش موجوده اصلا على القمر النايل سات. موجوده فين؟ موجوده في قمر بجوار النايل سات اللي هو ملاصق في القمر على طول. يعني القناه دي نازله على القمر وتلسات 8 غرب والقمر النايل سات 7 غرب. يا رب يكون المعلومه وصلت. طب ايه الحل او نشغلها ازاي؟ ليها حاجه معينه او تركايه هنعملها بس العيب مش من الطبق. هتقول لي ازاي الكلام ده؟ انا هوريك حالا. هتقول لي طب انا طلعت لعبت في الطبق ولعبت في العدسه والقناه ما جاتش معايا، لعبت في السلك والرسيفر القناه ما جاتش معايا. يلا عشان ندخل مع بعض على الرسيفر، اللي انا هعمله على الرسيفر اعمله عندك. يلا امسك الريموت زي ما انا ماسك عشان تدخل معايا وتظبط الاعدادات بالظبط. بس الاول لازم تعرف ان تردد القناه واحد فقط لا غير، مفيش تردد قديم ولا تردد جديد عشان محدش يضحك عليك. ايه هي تردد قناه ابو ظبي الرياضيه؟ هو التردد 11411 او التردد 11411. القطبيه بقى اتش افقي، اتش او افقي معدل ترابيز 30000 او 3-4 اصفار. خلاص يلا بينا هندخل بقى على جهاز الرسيفر عشان نشتغل عليه. الاول دي كده قناه ابو ظبي زي ما انت شايف، قناه للاسف نو سيجنال، مكتوب نو سيجنال، الرساله ظاهره معايا مفيش اشاره اصلا، نو سيجنال او طبعا لا توجد اشاره. لو دوست انفو هنا بص جوده الاشاره، السلك فوق جاي لي 99 او 94، وللاسف قوه الاشاره اللي تحت اللي هي بتاعت الطبق والسلك والرسيفر مفيش اشاره نهائي. هتقول لي ازاي الكلام ده؟ يبقى كده العيب من طبعا من الطبق. طبعا السلك قاري معاك اهو 93. هتقول لي العيب من الطبق؟ لا، العيب من الرسيفر، هي دي التركايه. وهتلاقي كل القنوات شغاله معايا الا قناه ابو ظبي الرياضيه. الاول يلا جهز، يلا كده هتيجي بالريموت معايا، هندوس من زرار المنيو هتظهر لك قائمه. مش لازم شكل القائمه دي تكون عندك، بس هو السيستم واحد. اول ما تدوس تلاقي القائمه عندك، في حاجه اسمها التركيب، هدخل عليها. التركيب دي موجوده عندك، ادخل دور كويس وهتلاقيها. هننزل تحت هنا في بقى ظبط هوائي، قائمه اقمار صناعيه، قائمه ترددات. سيبك من كل ده، احنا هنختار تاني واحده او اول واحده عندك، اهم حاجه تكون اسمها ظبط الهوائي. هيقول لك اختار اسم القمر الصناعي، انا طبعا في عندك هتلاقي نايل سات اموس. سيبك برضو من كل ده، انت حضرتك تختار النايل سات، انا بقى هختار القمر الصناعي جديد. هو نفس النايل سات بس انا بوريك عليه اختبار اللي هو التردد نفسه. بعد كده هتنزل حاجه اسمها نوع ال ان بي. بعد ما اخترت القمر الصناعي النايل سات بتاعك، في حاجه اسمها نوع ال ان بي، في حاجه هنا اسمها فرقه كي يو، لازم تكون دي انت مختارها، ما ينفعش تكون مستخدم، ما ينفعش تكون موجه اس او سي، ما ينفعش، لازم تكون طبعا فرقه كي يو. دي اول، دي تاني خطوه معانا بعد القمر الصناعي النايل سات. تالت حاجه تردد ال ان بي، هي دي بقى التركايه او الخلاصه، هي دي المشكله اصلا اللي عامله معايا المشكله. طب ازاي الكلام ده؟ هنا مكتوب 11300. امال ايه الصح؟ لو احنا دوسنا هنا معانا مجموعه من الترددات تبع عدسه ال ان بي، كل عدسه ليها تردد، عدسه ال ان بي لها تردد. ما ينفعش تختار اي حاجه، لا تختار عندك 9750، لازم تختار 9750، اي رقم عندك 9750 دوس عليه هيشتغل على طول القناه عندك. يلا كده نجرب، احنا هنختار احسن ترميز معانا واحسن تردد اللي هو 9750 على 10600. اول ما ادوس القناه هتشتغل. بصوا يا شباب دوست اهي والقناه اشتغلت معايا زي ما انت شايف على التردد اللي تحت اهو 11411 القطبيه اتش او افق معدل ترميز 30000. هنا طبعا لو في دايزك حضرتك هتدوس على الدايزك وبتختار الدايزك اللي انت عايزه، بس المهم القناه اشتغلت معايا. عرفت بقى التركايه؟ هي دي المشكله. يعني انا لو اخترت هنا ترميز تاني القناه هتقف معايا مش هتشتغل زي ما انت شفت اهي. القناه بص ما اشتغلتش والصوره اسودت وهيقول لك لا توجد اشاره اهو. لو انا طلعت بره، اطلع كده استنى بقى اما احفظ بقى واوريك دلوقتي اطلع بره، القناه اشتغلت زي ما انت شفت.
بتركيبه صغيره، يعني كده العيب ما طلعش من الطبق ولا طلع من العدسه ولا طلع طبعا من الريسيفر بتاعه اهو. بصوا بقى القناه مش شغاله للاسف، هدوس انفو مفيش اشاره اصلا. طب تعال نخش بسرعه بقى نعمل بقى التركيه دي سريعه، ندوس تركيب ظبط هوائي، نختار القمر الصناعي بتاعي، نغير التردد ال ان بي دي اهم حاجه، هنختار وهنخليها 9750 على 10600 وهتكون القناه زي ما انت شايف اشتغلت معاك. مبروك عليك قناه ابو ظبي اللي محيره كل الناس، المحيره يعتبر اغلب الشعب او اغلب كل سكان الوطن العربي في كل مكان. اطلع كده بره لقيت فعلا القناه اشتغلت معايا اهي، اشاره زي الفل، ادوس انفو زي ما انت شايف انفو اهيت، دوست انفو القناه اشتغلت معايا والتردد اهي دي قناه رقم واحد، وهنزل هنا على القناه رقم اثنين هتلاقيها شغاله معانا زي الفل مكتوبه تحت اهي. دي كده كان التردد قناه ابو ظبي الرياضيه على التردد اللي هو 11000 باشاره عاليه جدا، على التردد اللي هو طبعا اللي هو 11411 القطبيه اتش او افق بعد الترميز 30000، هو ده التردد الوحيد. كده احنا عرفنا ازاي يا صديقي، عرفنا ان يشغل قناه طبعا ابو ظبي الرياضيه اللي هتنقل لك اي حاجه انت عايز تتفرج عليها. بس احنا كده حلينا مشكله التردد العنيد، بيبقى بسببك او بسبب الفني او بسبب الجهاز انت لسه شاريه، بيبقى السيستم بتاعه مش شرط كل القنوات تشتغل عندك، لا اختار اللي انا قلت لك عليه امشي بالترتيب وهتلاقي القناه اشتغلت معاك بكل طريقه بكل بساطه بكل سهوله. ان شاء الله انت هنا مع سيد ماهر مش من الاخر مش هتقدر تغمض عينيك، لان انا بجيب لك كل ما هو جديد في عالم الساتلايت في عالم الاقمار الصناعيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.